معقول اللي بتقوليه ده يا مامي؟ دي تبقى مسرحيه جريئه قوي. تيجي نتفرج عليها يا ماجي؟ هنسافر باريس يا مامي عشان نتفرج على مسرحيه. وماله يا حبيبتي، منها فسحه ومنها نعمل شوبينج وبالمره نتفرج على المسرحيه. وبابي انت عارفه محتاج راحه، بيشتغل ليل ونهار. ما هو كمان شغل نفسه في الحزب. وماله يا حبيبتي، انت عارفه بابا بيحب السياسه، والحزب والوزاره بالنسبه له كلها سياسه. بصراحه يا مامي انا السياسه دي دمها تقيل قوي على قلبي. مالكيش دعوه بالسياسه انت، المهم قولي لي هنسافر ولا مش هنسافر؟ هشوف الاول ظروف ماهر. الو ايوه مين؟ مين؟ على اذنكم. انت جبتي الكلام ده منين؟ بس امل دي مديره اعماله، يعني لازم تفضل معاه دايما، وممكن كمان تسهر معاه ما دام في شغل. كل رجال الاعمال بتعمل كده. لا انا عايزه اقولك ان اللي بيعمله جوزي ده ما بيضايقنيش في حاجه، لانه ما عملش حاجه غلط. انا مش عارفه انت عايزه توصلي لايه بالظبط. على العموم ميرسي قوي على اهتمامك بمصلحتي. مع السلامه. في ايه؟ كنت بتكلمي مين؟ قالت لك ايه المدهوله دي؟ ابدا يا ستي، في الاول حبت ترسم انها تقيله والكلام مش مأثر فيها، بس على مين؟ واضح انها اتأثرت واتأثرت جامد قوي كمان. وانت عرفتي ازاي؟ من صوتها، حسيت كده انها بقت عصبيه قوي، صدقني شويه شويه وكانت هتشتمني. انا بقول لك ايه؟ احنا نفوت يومين وترجعي تكلميها تاني عشان ما تفتكرش انها قدرت تسكتنا. بس بقى عايزه منك ايه يا ميرفت؟ المره دي تزودي العيار شويه، تسخنيها، تشعليها. لا لا لا، انت اللي هتكلميها المره الجايه، انا ماليش دعوه. عارفه ليه؟ ليه بقى؟ ان شاء الله هقولك. علشان تفتكر ان في ناس كتير قوي عارفين العلاقه اللي بين جوزها وبين امل. لا 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 يا حلو، انا ما اقدرش اكلمها خالص. ليه بقى؟ ان شاء الله. هو انت عايزه تصبريني انا وخلاص؟ اشحال بقى نكمل الموضوع ده موضوعك انت. مش قصدي حاجه والله، انت ناسيه ان انا كنت سكرتيره جوزها، يعني عارفه صوتي كويس. لا لا لا، ما انا كمان مش عايزاها تحفظ صوتي. انت ناسيه ان انا ساعات بقابلها؟ على العموم بسيطه، احنا المره الجايه نخلي واحده ثالثه خالص هي اللي تكلمها، لا انا ولا انت، ونخليها ترويشها. يعني تخليها تصدق الحكايه قوي. بس تصدقي وتامني بالله يا ست زينات. لا اله الا الله. اتفضل يا زينب. شكرا يا ست نبويه. انا لغايه دلوقتي ورغم اعترافك ليا مش مصدق ان انت الست زينات. بقى معقوله عالم الدكاتره يقدروا يغيروا في شكل البني ادم للدرجه دي؟ لا صدق صدق، ما هو الطب اتقدم وانت قاعد على القهوه مش دريان بحاجه، يعني بفلوسك تعمل اللي انت عايزه. مش بيقولوا بفلوسك بنت السلطان عروسك؟ يا سبحان الله. خلينا في موضوعنا يا زينهم. ها، هتسافر الاقصر امتى؟ بعد اسبوع كويس اكون وضبت نفسي. طب كويس، قبلها بقى بيومين تديني خبر. من عينيا يا ست الكل. بس اسمعي زينب، اوعى حد يعرف حاجه على اللي احنا قلناه ده، ولا مخلوق يعرف بيه خبر، فاهم يا زينهم؟ لا لا ست زينات، اطمني، محسوبي كبير، مفيش حد يستأمني على كلمة وتطلع من بقي أبدا، خصوصا الراجل صاحب القهوة اللي اسمه فتوح ده لسانه طويل وما يصدق يعرف موضوع زي ده. فتوح ده رمة، مين يستأمنه على سر ده؟ والله يا ست زينات لولا إن أنا مش لاقي حتة أقعد فيها ما كنت قعدت بباب قهوته دي أبدا. يا باي على غلاسته. قالوا ايه؟ فاكر ان الستات كلها بتموت في دباديبه. وما يفتكرش ليه؟ ما هو متجوز 4 وميتين في دباديبه. 4؟ 4 ايه؟ ده انا ما استعبرش واحده منهم، دول كاس، دول ستات على ما تفرج، انا مش عارف تلم عليهم منين. إيه؟ خلينا في موضوعنا. ها، انت عايز كام بقى اجرتك؟ يا ست زينات، انا فلوس؟ انت كده بتشتميني ست زينات. انا اخدمك بعناية من غير اي فلوس. احنا عارفين انك شهم. انا حتى دايما اقول لها زينهم يا زينات ده جدع وشهم، بس معلش مادام الكل هيستفيد شوف طلباتك ايه. ست نبويه، انتوا كده بتجرحوني يا جماعه. خلاص يا زينهم، ده حقك. هاخد 5 باكو، 2 قبل العمليه و5 بعد العمليه. خلاص يا زينهم، انا موافقه. قبل ما تسافر الفلوس هتكون في جيبك، كده يبقوا 7. موافقه يا زينب. وفيها ايه بس يا ماجي حبيبتي؟ اللي حصل لك ده ياما حصل لغيرك. هو ايه اللي بيحصل يا مامي؟ ان جوزي يستغفلني ويروح يصاحب السكرتيره بتاعته؟ يا حبيبتي لازم تفهمي ان في ناس غاويه اذيه، مش ممكن ابدا يشوفوا اتنين بيحبوا بعض وسعداء مع بعض الا لما يحاولوا يفرقوا بينهم. بس اللي كلمتني دي ما كانتش بتهزر، دي كانت بتقول انها زعلانه عشاني. ما هي لازم تقول لك كده، لازم تقول لك زعلانه عشانك وقلبها بيتقطع عليكي، لكن في الحقيقه بقى بتغير منك ونفسها تلطش جوزك. يا حبيبتي جوزك مش قليل في البلد وفي مليون واحده تتمناه. مش عارفه يا مامي اعمل ايه واتصرف ازاي. انا هقول لك تعملي ايه، اوعي تفتحي ماهر في الموضوع ده والا بقى هتلفتي نظره. هلفت نظره لايه؟ للسكرتيره بتاعته اللي جايز قوي ان هو مش واخد باله منها، لكن لما تكلميه هيبتدي يبص لها. يا حبيبتي اوعي تكلميه في الموضوع ده خالص. وافرضي يعني الكلام ده طلع صح؟ بصي بقى، انت مش بتقولي انك انت جوزك بيحبك وبيموت فيكي وبيتمنى رضاكي؟ خلاص يا حبيبتي اعتبر يعني الموضوع ده اللي قالته الست نزوه، والنزوه ان شاء الله هتخلص وهيرجع لك تاني. نزوه؟ يخني وتبقى نزوه؟ ماهر ماهر. ايوه حبيبتي. انا مش مبسوطه. مش مبسوطه من ايه؟ معرفش، متضايقه شويه. ليه يا حبيبتي؟ في حد مزعلك؟ انت ايه اللي بينك وبين السكرتيره بتاعتك؟ ايه؟ السكرتيره بتاعتي؟ يعني ايه؟ يعني في حاجه بينك وبين امل. حاجه؟ حاجه ايه دي؟ معرفش، بيقول في علاقه بينك وبينها. علاقه؟ وانت صدقتي الكلام ده؟ مش عارفه، لكن هما بيقولوا كده ليه؟ لازم شافوا حاجه. شافوا حاجه؟ شافوا ايه يعني؟ يخص عليك يا حبيبتي. لا يا ماهر، ماهر حبيبك اللي ما عندوش اغلى منك في الدنيا دي كلها ممكن يبص لواحده غيرك؟ طب ده انت ضفرك عندي اغلى من مليون واحده زيها. ما هو غصب عني يا حبيبي، انت عارف كمان انا بحبك قد ايه، ما اقدرش اتصور انك ممكن تبص لواحده غيري. ده انا ساعتها مش عارفه ممكن اعمل ايه، ده انا ممكن اقتلك واقتلها. لا 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 لا، بلاش الافكار الوحشه دي. يلا حبيبتي يلا ننام، تصبح على خير. ماهر مالك؟ لا ابدا مفيش حاجه. شفت بقى، اديك ابتديت تخبي عليا. لا انا مش بخبي ولا حاجه، انا بس مش عاوز اشغلك بهمومي. طب قولي احكي لي في ايه؟ ما انت عارف مفيش حد بيحل لك مشاكلك غيري. ابتدوا يا ستي يزنوا في ودان مراتي. هما مين دول؟ ولاد الحرام اللي بيكرهوكي وعايزين يفرقوا ما بيني وما بينك. هو ايه الموضوع؟ قالوا لها ايه بالظبط؟ ابدا، اتصلوا بيها في التليفون وقالوا لها ان في علاقه ما بيني وما بينك. بس انت عارف كويس قوي ان انا مفيش بيني وبينها غير الشغل. ويا ريت مراتي بقى تفهم الكلام اللي انت بتقوليه ده. وهي صدقت الكلام ده؟ ايوه طبعا صدقت. ما انت عارفه قد ايه بتحبني وقد ايه بتغير عليا، بس انا بقى قدرت اقنعها ان كل اللي بيحصل ده مجرد اشاعات، اشاعات وبس. غريبه قوي. تفتكر مين اللي ورا الاشاعات دي؟ تفتكر انت مين ممكن يكون ليه مصلحه في اللي بيحصل ده؟ هما اتنين طبعا، مفيش غيرهم في دماغي. ايوه هما اتنين كمان في دماغي انا، ميرفت ولولا طبعا. برافو عليكي، مظبوط. بس يا ريت برضه ما تتسرعش في حكمك عليهم. شوفي عشان خاطرك انت وعشان قلبك الكبير ده انا هديهم فرصه، بس اذا كانوا فاكرين ان انا لعبه في ايديهم وممكن يلعبوا بيا يبقوا غلطانين، لان ساعتها محدش بقى هيقدر يلومني على اللي انا ممكن اعمله معاهم. عرفت هتعملي ايه يا نبويه؟ اه هطلب مرات اللي بيتسمى واقول لها ان جوزها ماشي معاكي. ماشي معاكي؟ ايه ماشي معاكي دي يا نبويه؟ دي كلمه بلدي قوي. اه لا بلاش بلدي فعلا، انا هقول لها ان جوزها بيحبك. بصي انت هتطلبي النمره ها؟ تقولي لها حضرتك ماجي هنا وبشياكه، مش هتقول لك ايوه مين حضرتك؟ تقولي لها انا واحده مش عاجبني اللي بيعملوا ماهر بيه مع الست المستهتره اللي عاملها مديره اعماله دي. تعملي ايه يا نبويه؟ بسمع. ركزي معايا يا نبويه، ركزي معايا. وكل الموظفين عارفين بين ماهر والسكرتيره؟ طب انت شفتي حاجه؟ شفتي ايه؟ لازم تقولي لي عشان اصدق. لا ما اقدرش، عشان انا لو قلت لحضرتك اللي شفته وانت قلتيه لماهر بيه هيعرف على طول انا مين ويرفدني من شغلي. لا انا قلت لك بس عشان خاطر اريح ضميري. لا سامحيني، مش هقدر. لا معلش، لا سلام بقى، سلام. يخرب عقلك يا بنت، ده انت تنفع تبقي ممثله. جننت، عجبتك؟ جننتيها؟ والله العظيم. شفتي؟ سامحيني، الاخرانيه دي. عملت ايه؟ ده هتتجنن. ايه ماهر؟ عاوزني في ايه؟ عايزك تجيبي لي كل نمر الموظفات اللي بيشتغلوا عندي في كل شركاتي، وبكره الصبح تكون موجوده على مكتبي هنا. ايه في ايه؟ حصل ايه بالظبط؟ انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل ده. كل شويه موظفه من الموظفات تتصل بمراتي وتقول لها ان في علاقه ما بيني وما بينك. لا كده بقى كتير قوي اللي بيحصل ده، كتير قوي. وبعدين يا ماهر هنعمل ايه في الموضوع ده؟ لما هتجيبي لي نمر التليفونات دي انا هعرف مين اللي اتصل بمراتي. بس على كل حال انا عارف مين ورا القلاعيب دي، لولا الشيطانه دي، مع اني لسه جايب لها سوليتير ب 15000 جنيه. ايه؟ سوليتير؟ انت في ايه بينك وبينها بالظبط؟ ها؟ اديني سمعت كلامك يا ستي، ولا كاننا عملنا حاجه. ماهر ومراته عايشين في تبات ونبات، والست امل واخده حقها تالت ومتلت. طب اعمل ايه بس؟ اذا كانت مراته مش عايزه تصدق عليه اي حاجه، واثقه فيه قوي يا ستي، فاكره لا بيبص يمين ولا شمال. بصي بقى، اللي زي ماجي دي ما تصدقش بسهوله، لازم تشوف بعينيها. اهو ده بقى احنا ما نقدرش عليه. انا عندي فكره. ايه هي؟ نراقبه ونراقبها ونشوف هما بيتقابلوا فين، وبعدين نتصل بمراته ونديها العنوان. فكره حلوه قوي، مش بطاله. الله، بس مين اللي هيراقبهم؟ انا وانتي طبعا. ايه ده؟ ايه الذكاء ده؟ احنا هنسيب شغلنا ونقعد نلف وراهم؟ وانتي يعني شايفه الشغل مقطع بعضه؟ ما احنا قاعدين طول النهار نشرب في شاي ونسكافيه. اه طب افرضي بقى وافقتك وراقبناهم وهو بقى جه سال علينا. يا سلام، هو ايه يعني؟ كل واحده مننا هتلاقي لها حجه، واحنا عندنا الحجج كتير. اديها. صباح الخير. صباح النور. أنا عندي ميعاد مع ماهر بيه. عارفة. اتفضلي. ميرسي. يا باي، إيه السكرتيرة اللي أنت جايبها دي يا ماهر؟ مش ممكن، دي وشها هيقطع الخميرة من البيت. وبعدين معاكي بقى، أنا مش عايز طولة لسان. إيه ده؟ حتى أنت كمان. بقول لك إيه يا لولا؟ انت بتلعبي لعبه خطر عليكي قوي. لعبه؟ لعبه ايه يا ماهر؟ انا حتى ما اعرفش العب حاجه خالص. اخر مره هقولها لك، ابعدي عني وابعدي عن امل احسن لك. انا لغايه دلوقتي ماسك نفسي، لكن ما اعرفش لحد امتى. ويا ريت كمان لو تبعدي عن الحيه اللي اسمها ميرفت دي، ما بيجيش من وراها غير المشاكل. انا مش قادره افهمك، انت مستقصدني انا وميرفت ليه؟ واحنا عملنا لك حاجه؟ انت عارفه كويس قوي. قول بقى ان انت عاوز تخلص مني، خلاص ما بقتش طايق ان انا اشتغل حتى في المجموعه بتاعتك. على العموم يا سيدي ماشي، انا ما عنديش مانع ان انا اسيب لك الشغل واروح ادور على شغل في حته تانيه، ان شاء الله حتى ارجع ارقص واتبهدل من تاني. انت عارفه انك انت ما تهونيش عليا. ما هونش، هو انا لسه ههون يا سي ماهر؟ ما انا هونت وخلاص. وعشان مين؟ عشان واحده ما تسواش. وبعدين معاكي بقى بقول لك ايه، انا مش قادر افهم انت ليه حاطه نقرك من نقرها؟ هو انا جبت سيرتها؟ شوف بقى اللي انت خايف على احساساتها قوي ازاي. بقول لك ايه، علشان خاطري وعلشان حبي ليكي يفضل على طول بلاش تعملي مشاكل. ماشي. طب هشوفك ولا لا؟ ايوه طبعا هتشوفيني. طب امتى؟ يعني ما انا لسه شايفك ما بقاليش اسبوع وجايب لك هديه كمان. اسبوع؟ دول 10 ايام يا ماهر، 10 ايام. بقول لك ايه يا حبيبي، انا لازم اشوفك النهارده او بكره بالكتير. انت ما بتتصورش بتوحشني قد ايه. مش هينفع حبيبتي. بصي بقى، انا عندي مشكلتين، واحده مع الجمارك والتانيه في المجلس. اول ما اخلص من المشكلتين دول هجيلك واقابلك واجيب لك معايا هديه كمان. لا 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 بجد يا حبيبي. طب هتجيب لي ايه بقى؟ هتجيب لي الكوليه ولا الاسوره بتاع الخاتم؟ ميرسي يا حلوه. اي خدمه يا حبيبتي. انا في حاجه بتعجبني فيكي قوي. اللي هي ايه؟ لبسك ده هو جاهز ولا تفصيل؟ ده سنيه. ايه؟ انت شايفه ايه؟ هو انا معقوله اشوف اللي انت بتشوفيه؟ باي يا حلو. ايه البسطه دي كلها؟ انت ناسي انك بقالك 3 ايام ما مضيتش؟ طب سيبك منها دلوقتي واقعدي. ايه، في حاجه ضروري؟ ايوه، عايزه ادردش معاكي شويه قبل ما نبتدي الهم ده. ما اقدرش، مش فاضيه. الله، وراكي ايه بس؟ عايزه ارتب جدول المواعيد واتصل بالعملاء احدد لهم مواعيدهم. ستي سيبيهم يتفلقوا، انا عايزك تقعدي معايا شويه. ما ينفعش، انت كده هتلخبط كل المواعيد. اخلص شغلي وارجع لك. باي باي. ايه ده؟ امل تعالي بسرعه، انا عايزك. ايوه في ايه؟ تعالي شوفي المصيبه اللي انا فيها دي. مصيبه ايه؟ ايه ده؟ دي صورنا. انا عايز اعرف الظرف ده جه ازاي. واحد جه النهارده واداهم لسيد الفراش، وسيد حطهم على مكتبي واحد مين؟ مش ده المهم دلوقتي. امال ايه هو المهم؟ لو حد شاف الصور دي انا هعمل ايه؟ ولو مراتك شافت الصور دي انا هيكون موقفي ايه؟ هو موقفك انت بس، موقفي انا كمان هيبقى شكله ايه؟ اسمع يا ماهر، انت لازم تتصرف، لازم تشوف حل للموضوع ده. انا واحده ملياش في الدنيا دي غير سمعتي، فاهم؟ ايه؟ استنى، الساعة كام؟ حداشر العشر. لا استنى، ما تبقى 11 بالظبط واتصل. حاضر يا نبوي. ايه ده؟ انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ بستنى لما تبقى 11. ايوه طيب، استنى خدني جنبك. الو. ايوه مين حضرتك؟ مين؟ عايزه في ايه حضرتك؟ طب دي واحده اشوفه. في واحد بيقول انه عايزك في موضوع خاص. واحد مين ده؟ انا فاضي الحاجات دي، ما تشوفي عاوز ايه. الو عايزه في ايه حضرتك من فضلك؟ لا انا مديره مكتبه، ممكن افهم بالظبط؟ موضوع صور؟ دقيقة واحدة من فضلك. الو. ايوه انا. مين حضرتك؟ مش مهم تعرف مين حضرتي، المهم الاول الصور وصلتك ولا لا؟ صورك انت والسكرتيرة الحلوة بتاعتك. الله الله. انعم انعم انعم. يا ماهر بيه يا ماهر بيه، ما تتنرفزش عشان نعرف نتفاهم بهدوء. هنتفاهم على ايه؟ ما انا بكلمك وانا هادي اهو، ولا عايز اكلمك ازاي؟ انا زغرت لك في التليفون. اسمع يا جدع انت، انا مش فاضي الحاجات دي، انت عايز ايه بالظبط دلوقتي؟ لا لا انا مش عايز اي حاجه ابدا لنفسي، انا كل اللي بطلبه تمن الصور اللي وصلت لسعادتك. لا شوف بقى حضرتك وقدر واحسب سعر الصوره هيطلع كام دلوقتي. ليه صورتهم؟ لا ابدا، انا لقيت سعادتك والسكرتيره بتاعتك قاعدين في قعده هوام، قلت القط لكم كام صوره للذكرى. سيبك من ده كله، ايه رايك في الصور؟ بذمتك مش حلوه؟ تسلم ايد الولد اللي صورهم والله. نعم؟ لا اعرف سعر سعادتك الاول وبعدين اتكلم. عايز تعرف تقديري؟ انا هديك 1000 جنيه. نعم؟ مش عاجبك؟ انت هتاخد على كل صورة 100 جنيه. طب اسمع، آخر كلام عندي 5000 جنيه بس، على شرط تجيب لي النيجاتيف. انت بتهزر يا ماهر بيه، بيهزر باين. شوف يا ماهر بيه، واضح كده ان سعادتك بتستعبط ومش عايز تتفاهم. انا برضو من رأيك وبقول ان التفاهم مع المدام هيكون افضل، هي اللي هتقدر تقدر تمن الصور دي، مظبوط ولا ايه؟ شوف اقول له ايه، يقول لي 10000، بيقول لي 10000. لا بص يا ماهر بيه، اخر كلام عندي تحط 0 قدام 10000، مش هسمع ولا كلمه، انا هسيب لك يومين تفكر وترد عليا. سلام عليكم. عجبتك يا نبوية؟ يسر دينك، ولا ممثلين التلفزيون. كان مستخبي فين ده كل يومين؟ بس تفتكري هيدفع؟ اه يدفع، ما هو خايف على مركزه الكبير. ده مليون جنيه كتير قوي يا نبويه. كتير ايه؟ مليون جنيه ما هو واخد منها قد كده، انت ناسي ولا ايه؟ مليون دول يطلعوا مرتبي في كام سنه؟ لا بلاش مرتبك، خلي مرتبك انت كده على جنب. يا اختي وبعدين يا عم هنعمل ايه في المصيبه اللي طبت فوق دماغنا دي؟ مش عارفه مين اللي عمل الصوره دي. يمكن ميرفت ولولا، بس يعني مش ممكن الشر يوصل للدرجه دي. انا بقول اكيد حد في المجلس، انا اصلي طول الوقت بهاجمهم. وتهاجمهم ليه؟ هو انت داخل المجلس تعمل زعيم؟ طب قولي لي بس اتصرف ازاي دلوقتي؟ معقوله ادفع مليون جنيه؟ لا طبعا ما تدفعش مليون جنيه، انت لازم تفاصلهم. بس اهم حاجه انك تاخد منهم النيجاتيف. انت قاعده تقولي لي منهم؟ ده انا كل اللي كلمته واحد بس. امل، انت حاسه انه ممكن يكون اكتر من واحد؟ طبعا اكيد، دي عصابه، الشغل ده ما يعملوش واحد. انت مش شايف المبلغ اللي طالبينه؟ انا مش قادر افهم طلعوا لنا منين دول؟ قلت لك بلاش نخرج ونسهر، ما سمعتش كلامي؟ شفت بقى ان انا كان معايا حق. طب دلوقتي انا خايف ادفع لهم بعدين يرجعوا تاني يهددونا. انت مش هتطلب منهم النيجاتيف؟ طب افرضي انا اخدت منهم النيجاتيف، مش يمكن هم عاملين نسخ من الصور دي؟ اه طبعا ممكن، بس متهيألي لا، الناس اللي زي دي متهيألي كلمتها شرف. شرف؟ كان شرف اني شرف ده؟ هو اللي يعمل حاجه زي كده ممكن يكون عنده شرف؟ في ناس كتير بتعمل اكتر من كده، والناس بتضرب لها تعظيم سلام. ما بقاش حد عارف النهارده مين الصح ومين الغلط. كل الناس النهارده ماشيه على رأي المثل اللي بيقول اللي اتجوز امي اقول له يا عمي. يا زناد، ها زينب، ها عرفتي المطلوب منه؟ خلاص خليه يعدي عليا في الاسم، ما تقلقيش كل حاجه هتمشي حسب الخطه الموضوعه. الشاي. تسلم ايديك يا منعم. الله يخليك يا ست زينات. بس انا بيتهيألي ان الراجل ده مش هيدفع. لا هيدفع، بس اوعى يفصلك في الفلوس، اوعى توافق تنزل له ولا مليم. ينزل ده ايه؟ احنا عايزين الفلوس على بعض، المليون حته واحده. ايوه بس انتوا مش شايفين ان مليون كتير قوي؟ وانت مش شايف ان اللي سرقوا مني كتير قوي؟ اه يا حبيبتي. اه بقولك انت هتاخدي بقيه فلوسك ازاي؟ لا اطمني، اللعب لسه شغال والغالب مستمر. الصراحه بقى انا خايف اللعبه دي تتكشف واروح فيها، وانا ما حلتش غير وظيفتي. بس عليك يا منعم، انا برضو عرضك للخطر. خافش، هو دلوقتي في ايدي دي، انا بحركه زي ما انا عايزه، اقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. طيب أنا اللي هتصل بيه ولا هو اللي هيتصل بيا؟ هو يا ربي، هو بالظبط هو. هيتصل بيك فين يا منعم؟ هو يعرف نمرة تليفونك؟ لا. اوعى يا منعم تديله نمرة تليفونك. طب هو لو طلبها مني أقول له إيه؟ تقول له أنا اللي هتصل بيك، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه يا منعم؟ قول ورايا. انا اللي هتصل بيك. ايوه برافو عليك. والمحروس هيتصل بيه امتى؟ اول ما يوصل المكتب هرن لكم رنتين ورا بعض، بعدها بنص ساعه بالظبط تروحوا راقعينه تليفون. فهمتوا ولا لا؟ اه طبعا فهمنا. انا بقى هقعد معاه واقول له نعمل ايه، وبعدين نقعد مع بعض نفكر هناخد بقيه فلوسنا ازاي. حلو الشغل ده؟ اه حلو الشغل ده. على راينا بويا انا بعد الشغلانه دي هشتغل في التلفزيون. بقول لك ايه، الكلام اللي قلناه ده اوعى تقول حرف منه قدام اي حد. عارف ليه؟ عشان هنروح كلنا في داهيه. وانا عبيط؟ ده انا جوزك يا نبوي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دلوقتي يا نبوي. يا منعم ايه يا منعم؟ معلش يا نبويا اتاخرت عليكي شويه على بال ما عرفت اخد اذن ساعه من الشغل. انت عارفه الشغل. يلا يا اخويا يلا. حاضر يا نبويا. الو ايوه اه طيب دقيقه واحده. الو احنا ما عندناش فصال يا ماهر بيه. التعليمات اللي عندي اني اتفق معاك على 1,000,000 جنيه مصري فقط لا غير، وتاكد سعادتك انك مش هتلاقي معامله افضل من معاملتنا. طب جرب سعادتك كده وانت تشوف. واجرب ليه بقى يا حبيبي؟ انا عندي الرجاله بتوعي، عايزين تشتغلوا معايا انا ما عنديش مانع. الكلام ده سابق لاوانه يا ماهر بيه. احنا بس نخلص العملية دي وبعدين نبقى نتكلم في شغل تاني. قلت ايه يا ماهر بيه؟ خلصني. الناس ما عندهاش صبر، وصدقني كانوا عايزين يتصرفوا. لا 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 مراتك يا ماهر بيه، احنا ما ندخلش الامور العائلية دي. اصل مراتك لو عرفت اقصى حاجة هتطلبها ايه؟ الطلاق. هنستفيد احنا ايه؟ لا احنا بقى هننزل الصور دي في الجرايد ونوزعها على زمايلك في مجلس الشعب. وانا ايش ضمني بقى ان كنتوا مش هتهددوني تاني بعد ما تدوني النيجاتيف؟ مش يمكن عندكم نسخ من الصور دي؟ هو انت كل اللي نازل عليك جربنا جربنا جربنا؟ يا سيدي انا عايز ضمانات. بقول لك انا موافق على اللي انتوا عايزينه، بس الاول لازم اكون مطمن. على العموم انا هوصل كلامك ده للجماعه واشوف رايهم ايه. بس بقول لك ايه يا ماهر بيه؟ الجماعة بيحبوا اللي يتعامل معاهم بشرف. يعني لو فكرت انك تدخل البوليس في العمليه، خد بالك هتبقى انت الجاني على روحك. والجماعه دول ما بيهزروش وعارفين عنك حاجات كتير، يعني لو لقيت تديلك كده ولا كده هتفتح على نفسك باب لا انت ولا اللي خلفوك هتعرفوا تقفلوه. سلام. خلاص اتنرفزت ليه؟ قال لك ايه ابن النصابين ده؟ عايز ضمانات يا نبوي. ضمانات ايه؟ هو بيشتري مروحه؟ انا عارف يا نبوي. وهنجيب له ضمانات منين؟ مش عرفني يا نبوي. انا قلت له اللي انت قلته لي وخلاص. ما ردتش عليه ليه؟ ما انا اقول له ايه بس يا نبوي؟ ما انت ما قلتليش. طب وهنتصرف ازاي؟ يا اختي مش عارف اعمل ايه. انت عاوزهم يكتبوا لك وصل امانه؟ وصل امانه؟ احنا هنتريق بقى ولا ايه؟ امال عاوز ايه بالظبط؟ مش عايز ابقى تحت رحمته. ما هو انت اصلا دلوقتي ديجا تحت رحمته. لو عايزين يطلبوا منك فلوس اكتر كانوا طلبوا. عارفه انا ما كنتش متجوز كنت اتجوزتك وقلت لهم ياخدوا الصور دي يبلوها ويشربوا ميتها. ومين قال لك اصلا ان انا ارضى اتجوزك؟ انا لو كنت عايزه كنت خليتك تتجوزني. انا ما اقصدش حبيبتي. كويس كويس، الحمد لله ان بانت مشاعرك الحقيقيه ناحيتي. استني بس يا امل، ارجوكي ما تفهمينيش غلط. بالعكس انا فاهمك كويس قوي، ولو كنت قدرت تضحك على اللي قبلي مش هتقدر تضحك عليا يا ماهر. عندك ابوه خديه وغلاوتك ما انا عايزاه. شفتي بقى انك انت كنت ظلمانيه. بس احنا هنعمل ايه؟ بعد اذنك ساعه الليل بس عشان الحاجات اللي بتوترني يعني. انا خايفه يكون بيدبر لنا حاجه يبوظ لنا بيها كل خططنا. هو احنا بقى بنعمل الشغلانه دي عشان نرجع لها حقها. انت فاكراني ايه؟ بابا يعني ولا ايه؟ ده درس لينا عشان نبقى حريصين بعد كده. وجات لي قضاها برجليها. يجيبوا خبرها ويخلصوني منها وما يسيبوليش ديل. هتتصرف ازاي يعني؟ اصلها بصراحه وحشاني قوي. ايه هجيب الفلوس دي وخلاص. ده رازي نهت.